قال وزير الإسكان شريف الشربيني إنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ الطاقة الإجمالية لها 1.5 مليون متر مكعب يوميا، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمتابعة موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد أنها منظومة ذكية تحقق مبادئ الاستدامة، منها ترشيد الاستهلاك وتقليل الفواقد وإعادة استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.